مراسلتنا سليل العصام لتطلعنا على آخر المستجدات وتطورات فيها. سليل، يقال أن نبأ وفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر شكل صدمة للأوساط الشعبية، تحدثي لنا عن مشاهد تشييع الرياضي الكبير اليوم في أربيل. نعم. نعم، مساء الخير عليك سمير وعلى دلشين وعلى جميع مشاهدي قناة زاغروس العربية. يعني مدينة أربيل اليوم شهدت مراسيم مهيبة لتشييع جثمان النجم العراقي الكبير ناظم شاكر. يعني كانت فقدان كبير لعائلته هنا في مدينة أربيل بعد أن تم نقله ووفاته أمس ليلا ونقله إلى مستشفى شار، وبعدها اليوم تم إقامة الجثمان له، وحيث نقل من مدينة أربيل إلى بغداد، ومن المقرر أن يصل في الساعات القادمة إلى بغداد ليتم دفنه في الرصافة. يعني مدينة أربيل توشحت اليوم بالسواد، وكان هنالك العديد من المسؤولين الذين يعني غادروا مع الجثمان ورافقوه أثناء هذه المراسم. أيضا من ناحية أخرى ومن ناحية زيارة الكاظمي لمدينة أربيل كانت لها أصداء كبيرة جدا، إذ بحسب الأوساط الكردستانية في مدينة أربيل فإن زيارة الكاظمي كان لها كان لها أوساط أو كان لها أصداء إيجابية جدا بين يعني في الشارع الكردستاني، ولها دور كبير في حل الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، يعني منها موضوع الموازنة، موضوع الملف النفطي، وكذلك موضوع المناطق المتنازع عليها بين الجانبين. عفوا، من ناحية تفشي فيروس كورونا في المدينة والموقف الوبائي اليوم، مدينة أربيل شهدت انخفاض في عدد الإصابات به هذا الفيروس، عدد حالات الشفاء ارتفعت بشكل كبير لتفوق عدد حالات الإصابة، عدد حالات الإصابة وصلت إلى 142 حالة، حالات الشفاء وصلت إلى 221، أما حالات الوفيات وصلت إلى 6 وفيات خلال 24 ساعة الماضية. هذا كل ما لدي اليوم من مدينة أربيل. نعم سليل عصام مراسل.